محمد، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أمير المؤمنين، وعلى ضجيعيك آدم ونوح، وعلى جاريك هود وصالح، ورحمة الله وبركاته. نقرأ عليكم إن شاء الله تعالى دعاء أهل الثغور. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله، وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين أميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وعنهم بالصبر، والطف لهم في الماء. اللهم صل على محمد وآله، وعرفهم ما يجهلون، وعلمهم ما لا يعلمون، وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله، وأنسهم عند لقائهم العدو ذكرى دنياهم الخداعة الغرور، وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم، ولوح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة، والحور الحسان، والأنهار المطردة بأنواع الأشربة، والأشجار المتدلية بصنوف الثمار، حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار، ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم، واقلم عنهم أظفارهم، وفرق بينهم وبين أسلحتهم، واخلع وثائق أفئدتهم، وباعد بينهم وبين أزودتهم، وحيرهم في سبلهم، وظللهم عن وجههم، واقطع عنهم المدد، وانقص منهم العدد، واملأ أفئدتهم الرعب، واقبض أيديهم عن البسط، واخزم ألسنتهم عن النطق، وشرد بهم من خلفهم، ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزيهم أطماع من بعدكم. اللهم عقم أرحام نسائهم، ويبس أصلاب رجالهم، واقطع نسل دوابهم وأنعامهم، لا تأذن لسمائهم في قطر، ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقو بذلك محال أهل الإسلام، وحصن به ديارهم، وثمر به أموالهم،
وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك اللهم اغز بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وأمددهم بملائكتكم من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم واعمم بذلك أعداءك في أقطار البلاد من الهند والروم والترك والخزر والحبش والنوبة والزنج والسقالبة والديالمة وسائر أمم الشرك الذين تخفى أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم اللهم اخلِ قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرغها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسرى وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسي ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلام وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنان وسدده في الحكم
واغسل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقات وبعد أن يجهد بهم الأس وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في دار أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرما فآجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوة أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى الشهداء السعداء، رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة مع الصلوات.